بالطبيعة سي معناتها ماشيين تو فواياج ندخلوا في الكومبيتيسيون من اليوم نبدو نركزوا على الماتش معناتها اللي جاي كونتر انجلتير وعارفين علاش نيا قادمين معناتها بقدرة ربي نكون في المستوى. نعرف اللي البول صعيبة شوية معناها منافسين قويين والجمهور التونسي ديما يستنى في ريزولتا باهية معناها مهما كان منافس نشوف كل الجمهور اليوم ثم ناس تقول انه المنتخب ماشي باش يشارك كعوض نجم في النتيجة يعني بيان سور اي منتخب ديجا معناتها ترشح الكوب دي موند راه منتخب كبير الناس كل معناتها باش تمن بلي شونس نتاعها ومعناتها عارفين عندنا برشا كاليتي باش نمشوا غادي نلعبوا ثلاثه ماتشات نتاعنا واللي فيه خير ربي يسهل فيه ان شاء الله. ما نجموش ما نسالوكش على الكلام اللي قال فما عند الترجي التونسي وبرشا كلام يقول لي انت كنت في الترجي وجيت اليوم نلقاوك مطلوب زاد من الترجي التونسي من الاخرى دونك يقول لي حاجه تفرحك وشنو رايك في الموضوع هذا؟ بون معناتها تو مش وقته معناتها مش في وقته جمله خاطر باش نركز في الكومبيتيسيون معناتها عندي ثلاثه ماتشات باش نركز فيهم ومازلت سو كونترا معناتها مع الاولمبي البيجي اللي هي جامعتي وباش نكمل السيزون هذه نعطي لو ماكسيموم وكان فما حاجه في الصيف يسهل ربي ان شاء الله. اخر مسج للجمهور شنو تقول للجمهور في كلمه؟ باش نعطيه لو ماكسيموم باش نمشيو غادي نشرفوا تونس اول حاجه.